محبة القمح هي الأساس، وكون شركة يماد إحدى شركات مجموعة قمح وهي مختصة بأعمال الصوامع والصويمعات والمطاحن، وهي تتمتع بالدرجة ممتاز بالميكانيك والكهرباء والمدني، وتنفيذا لما ارتأت إليه المؤسسة السورية للحبوب بإعادة تأهيل صويمع الدبسي عفنان، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس في اجتماعه برئاسة مجلس الوزراء على دعم قطاع الزراعة والفلاحين، ونظرا للعقوبات الاقتصادية الخانقة التي تمر على البلد وصعوبة التوريدات، ارتأت المؤسسة السورية للحبوب بالتعاون مع شركتنا، وهي شركة وطنية بامتياز سورية تعتمد على خبرات وطنية محلية من جميع المحافظات السورية، ارتأت إلى إعادة تأهيل صويمع الدبسي عفنان بالقطع الموجودة من الصويمعات المدمرة. الصويمعة تقع في مركز دبسي عفنان، وهي أول صويمعة يعاد تأهيلها في سوريا بسعة 12,000 طن. طبعاً بالموسم تتحمل أكثر من 12,000 طن، فهي تخزينياً 12,000 طن، ولكن يتم استقبال الحبوب من الفلاحين دقمة ثم تفرغ لعدة مرات بترحيل الدقمة إلى مراكز الحبوب، وتوفر القطع الأجنبي بعدم توريد الأكياس الخيش، وتساعد الفلاح أيضا بسرعة وسهولة وصول القمح إلى مركز الحبوب. الاعتماد على شركات سورية وبخبرات محلية، ومن الصعوبة جدا تنفيذ تلك المشاريع، ولكن إن شاء الله الشركات السورية سوف تتعاون وتنتصر بتحقيق الأمن الغذائي السوري. الكوادر راح تنجح وراح تنتصر وراح تحقق المشروع وراح نكون سند بالأمن الغذائي.